الكوارث الطبيعية هو بالطبيعة الضحايا البشرية ضرر لا يمثل بالضرر المادي، لكن حتى الضرر المادي عنده قيمته بالأخص كي يبدأ بالمليارات بالنسبة لك أنت يا دكتور. بالله تصفيق على أخونا معنا الخليلي الدكتور اللي كنت نسأل فيه كان قبيلة، قلت لك معنا اسم أوريجينال شوية تونسي فلسطيني، مرحبا بك ومرحبا بفلسطين في البرنامج نتاعنا. سيمان طبيب، أنت قريت طب في سوسة، بعديك حليت الكابيني نتاعك في نابل، راديولوج مختص في الكشف بالأشعة، والكلنا يظل لي ما فماش كون يتفرج ما عملش راديو مرة في حياته. عندك سكانير انت؟ عندي سكانير من جملة الماتريال اللي مش سكانير من جملة. بالله قيمة الأضرار؟ قيمة الأضرار ماناش بعد برشا على الزوز مليارات. زوز مليارات سألتك أنا وجاوبتني أنت كيف كيف، قلت لك أنا يا أخي ماكش عامل سيجورتا، قلت لي راهو الأسيرونس ما تعوضش في الكوارث الطبيعية. ما يعوضوش مثبت. اي ما يعوضش. معناتها ترى تكون عاملها، تكون الكلوز موجوده عاملها. اي. واحنا ماناش عاملين الكلوز. وانت ماكش عامل. لا خاطر. معناتها معنا علاش نلومه على الحقيقه مش معناتها. على ليزاسيورونس. لا نجمو نلومه على خاطر الاسيرور كيف يجيني من جمله الحاجات لازم ينبهني ويقول لي حاجات، خاطر انا ما نعرفش كل شيء. كي نجم ينبهني. احتمال نابل مش معروف عليها انها تصير فيها فيضانات، ولكن اذا كان فما ريسك حتى ان بورميل انت ممكن تقول انا نقول لك انا نعملها. سيجورت. سيجورت انا نعملها. ما بنقولكش لو كانوا في باليش، والمشكلة أنه بعد كيف تجي تناقش معهم يولي نوع من ال اسمعني، فما راهو يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. القانون لا يحمي المغفلين صحيح. لا صحيح ماكش غلط، ولكن مو كل واحد يخدم خدمته. سي سامي أنت تعرف الخدمة دي، تعرف أنت ما نعرفهاش، أنت تجي تنورني وأنا بعد نخمم نقول لك نعمل ولا ما نعملش. احتمال كان تشاورني في حاجة وتعرض عليها ممكن نختارها. فهمت. الماء يدخل الكابينة نتاعك في الليل ولا في النهار؟ احنا روحنا ماضي ساعة، وكان نهار السبت. نهار السبت صار كما الخدمة ماضي ساعة. احنا روحوا ماضي ساعة روحنا. هذايا في سبتمبر؟ هذايا 22 سبتمبر. 22 سبتمبر. انا روحت الشارع اللي قدام الكابينة مبلول، ولكن ما فيهوش حاجة غير عادية. بالله سامحني، احنا نعرفوا نابل. كنا في السونتر فيل معناتها الكابينة. سونتر فيل بحذا جرة. واضح. بحذا جرة. هو بين قوسين سي مصطفى قرط راجل مسرحي في نابل معروف الله يرحمه، عمل مسرحية اسمها الجرة لاباس. أنا تو حبيت نقول الجرة مش لاباس. أما إن شاء الله ترجع لاباس إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ماضي ساعة سكرت الكابينيه، العباد الكل روحت. إي ما فماش ما. هو هي فيلا ولا بلاص؟ هي عمارة. عمارة. عمارة أطباء، كلهم أطباء هما. فهمت. عمارة ابن سينا كلهم أطباء. أنا ماخذ السوسول ولا وريتشوسي. سوسول من الأزهر. إي من الأزهر إيفكتيمون. سوسول وما. نتصور اللي في السوسول كله هذاك راهو مشى. ما قعدش شيء. كلهم مشى. هو في السوسول وربي يعني. اللي الفوق منع والحمد لله، أما اللي في السوسول الماء بالطبيعة راهو مشى كلهم. السوسول عندي فيه سكانير، وعندي فيه تابلو راديو، وعندي فيه ممو، وعندي فيه أوستيو. زوز مليارات تجهيزات. زوز مليارات تجهيزات. وبربي كيفاش؟ ماخذهم قرضة؟ كلهم ليزينغ. على ليزينغ؟ هما تو فيهم ماكينات من اللي مشاو مازالوا سو ليزينغ. ليزينغ يمشي عليهم. مازلت تخلص فيهم؟ مازلت تخلص فيهم. ما تنجمش. معناتها انت تو تخلص في ماتريال ما عندكش. اي ماتريال مش انت معناتها قاري حسابك باش تدخر فلوس. بالضبط. ايه. وبالفلوس هذيك اللي باش تدخرها باش تبدا تخلص في ماتريال. ايه. انت حاليا قاعد تخلص في. انا حاليا حتى الفورنيسور كي جا مش يعمل ناحي الماكينات. مش ناحي معناتها. مشينا جبنا فيرايور قصه قصان ولوحناهم من فيراي مشات فيراي. باش نقولوا مش نعوضوها صعيب برشا الحقيقه، مي نقول الحمد لله. وكو الحمد لله. شوفوا التقرير. شوفوا التقرير. الماء دخل الشبابك وصل للسقف، حاجه توجع القلب. كل شيء طبخ. حاجه شيء ممنوع شيء. الخسائر في حدود المليار. كانت خلال الماء وصلوا لها حتى الواحد، كانت كلها تعوم بالماء. طبعا نمالي خلى كلها تخلى الكوارث، الجنراتور بتاعها، نماليزور بتاعها. كيف تشوف الماتريال بتاعك مقلوب، كله مقلوب، والطبعة برتو والكراسي والكرسي فين، والمكاتب كل ما كل مكتب ولا فيه حوس في جهه، بتبيع منها حاجه توجع القلب. صارت الكارثه، الناس كل بكات، الناس كل تفجعت، الناس كل توجعت،
ولكن في نفس الوقت مطالبين باش نرموا ونعبوا الأرض. خويا ولا معناتها هو بالحق لا علاقه بالضحايا البشريه ما حتى هكا شيء حامل من القلب معناتها واحد شيء حامل القلب واحد لحمه يقشعر معناتها وهو الاولويه للعباد بطبيعه احنا كي كان الحمايه المدنيه نهار الواقع قالوا لنا ما نجموش نجيو تو كادر يمنعوا في العباد واضح انا تو نحشم شويه كيف نتكلم قدام بعد ما نكمل الاخيان معناها على الناس اللي مات فهمك نقول الحمد لله احنا كنا لوطه قبل ما نروحوا انا والبرسونيل نتاعو كنا لوطه معناتها تقول جاب ربي انت ماكش غادي كنا نجمو بسهوله تماما نمشي بسهوله ايه الحمد لله باهي تو هذاك اللي صار نقول الحمد لله لله ما اخذ ما اعطى لله ما اخذ كله من عند ربي ان شاء الله ربي يقوينا ونرجع ولكن انا اهم حاجه توجعني اكثر من العياده الحقيقه هو اللي صار للجهه اللي صار للوطن القبلي حسب رايي اهم حاجه أن الوطن القبلي يرجع في اقرب وقت انا كان المساج نتاعي وقت اللي صارت الحكايه للبرسونيل نتاعي قلت لهم نرجعوا في اقرب وقت كان نجموا نهار اثنين نرجعوا ونرجعوا نهار اثنين خاطر انا عندي الفوق ايتاج فيه دوزيكو فيه تابلو راديو نجموا نرجع بهم اما ترجع تقريبا 25% من الكاباسيتي نتاعك انت كان عندك ماتريال لوطا صعيب باش تعوض هذاك كان يخدم ووقف مي اهم حاجه بالنسبه لي انه الكابيني الكابون يرجع يلزم الكابون رجع لا ما رجعش الكابون تمس مسه كبيره في المساكن نتاعو في المنازل في المتاجر في النزل كانت تشخر ولا تعمل بوف معناتها بالسياحه اللي بدات تتنفس شويه معناتها بدات ترجع شويه جات الضربه هذه ولكن انا تو كي نشوف نابل مش هذيك تو نابل ما فماش معناها كل شيء فارغ الحوانت فارغه حتى التالي القوي فارغه ما فماش نقول ربي يحسن العاقبه ونقول نوجه نداء للنبل الكل والناس الكل بربي اللي نجم يرجع يخدم وما نستناوش الدوله الدوله قالت اعمل ملفات كل واحد يعمل ملف فما اللي عمل فما اللي مازال نعمل الملفات نتاعنا ولكن قبل ما تجينا اي حاجه من الدوله احنا نرجعوا كل واحد اللي ينجم بطبيعه فما ممكن ناس ما تنجمش اما اللي ينجم يرجع يزمو يرجع ويعطي اشاره ايجابيه للعباد اللي احنا هنا على خاطر اذا كان الوطن القبلي طاح الناس كل تطيح معاه اما الاشخاص كيف انا ولا غيري نطيحوا اذا ما داب المجموعه لاباس احنا نرجعوا اذا كان المجموعه كل طاحت كنا طحنا لا سي ان ميساج تري بوزيتيف يعطيك صحه سي ماشي يعطيك صحة وربي معك معناتها وكل واحد تو انت دكتور هل ترى كيفاش تو بالحق انت واقف وتقول لازمني نتجاوز وكهو معناتها نفسيتك لاباس؟ لا الحمد لله شيء جاي من عند ربي احنا ما في حتى ذنب الحمد لله صحة لاباس العائلة لاباس الحمد لله انا نقول مطالبين بالصبر انا اول ما سمعت الحكاية قلت الحمد لله اذا كان صبرت مش يجيك البشارة متاع ربي خاطر ربي قال لك بشر الصابرين احنا صابرين ان شاء الله ولكن في نفس الوقت الصبر وحده ما يكفيش ونستناو ربي صحيح ولكن الاخذ بالاسباب دونك لازم نرجع ونخدموا واضح سي معنو حابين نختموا بحاجه ايجابيه مرحبا بسي نصر الدين احمد وماهر صفقونا عليهم الثلاثه العباد ما يعرفوش اما انتوما سوبر ستار دي سوبر ستار ثلاثه يمكن اكثر فيديو تشافت نصور عام سنة العباد التوا مازالوا ما يعرفوش على شنو نحكي ما يذولي كان نوريهم الفيديو اللي دارت واللي والغريب في الامر وشوفوا كيفاش معناتها كي بداوا العباد محليهم يتلموا على حاجه اللي انتم ثلاثه ما عندكم حتى علاقه ببعضكم انا واحد دخل مفرد بلاصه انت واحد دخل مفرد بلاصه ماهر جارنا ولد الحومه ماهر مش بعيد غادي ديجا ديما قهوتي غادي كسبه فهمت نشوفوا ساعه الفيديو اللي تشارت والناس الكل شافتها تراك كان يبعثوا لنا الفيديو C'est la deuxième vidéo en fait. Il y en avait deux. Femme, deux personnes. Oui. Karim ou un italien, Zem, Skin. رجل كبير ما يسمعش طلياني هذا ترى خلنا نرجعوا الفيديو من الاول ترى على كمان اللي تشوف فيه ديجا اللي شادت في الكهرباء لابس البلو اي سيتان فيو ايطاليان عايش هنا في تونس هو صاحبه ما يسمعش وما يتكلمش ما يسمعش ورجل كبير معناتها حتى من قدرته البدنيه ضعيفه وكان في الكهرباء خليه صاحبه وطلع الكابينه بتاع طبيب في العماره اللي قبلنا اي وهو كان قاعد في الكهرباء والماء دز وحركوا الكهرباء نتاعو بالخوف خرج من الكهرباء شادت في البورت باجاج هذيك كهربته هو سالم هذيك كهربت صاحبه
هو كان في الكهرباء صاحبه مش موجود صاحبه في عمارة نتاع طبيب الفوق محصوص ده فهمتك هو كان في الكهرباء والماء هزه هو والكهرباء الماء هزه هو والكهرباء جابوا حتىش البارتي نتاعنا نحن شفناه من فوق فهمتك وهذاك اللي بتجين شكون اللي بتجين ماهر هذاك اللي بتجين ماهر شنو اللي صار ترى ماهر انت لهناش قاعد تعمل تحب تشد انا نحب نشده الايطالياني معناه وهو ما فهمش وهو خاطره ما يسمعش اي ديجا ما يسمعش ترى فهمتنيش من الاول ما يسمعش نحن لما خرجناه من بعد هذاك اللي بالبلون نصر الدين هو اللي لابس شوميز بلونش هذيك نصر الدين ونزار ما نزار ها وين نزار بين نوز وكرابي معناتها انتم الثلاثه قاعدين تحاولوا باش تجبدوا اكل واحد يشد في واحد برا للسلسله معناتها انتم عملتوا سلسله بشريه صارت ريبارتيسيون هي فيتو كاين متفاهمين عليها نزار ونصر الدين ومير مشاو له داروا بالكراب باش ما يهزمش الماء خاطرك تشوف فما موج تاع ماء الفوق اللوطه ما فماش خاطر الكراب حاصرين الماء احنا انتم وين لهنا؟ هما عرضونا من الشارع لا لا ناخذ مواقع تاعنا شفنا في الشارع هذاك محصورين ديبلوكي شارع بيب بورقيبه كيس تونس احنا نقولوا في بحث قاوه الملوف فين البوسطه تاعنا؟ باب صالح معناتها في سونتر فيل هنا كيس ليس ديريكتومون للجر فهمت معناتها لا خاطر انا اللي باش العباد تفهم حجم الكارثه اللي صارت معناتها مش في زنقة ولا في ولا دشرة ولا حاجة معناتها هذية في نابل مدينة كبيرة في قلب نابل في أرتير كبير في كياس كبير طريق معناتها كانت بداية كانت طريقة رئيسية هكايا تصور أنت شنو نجم يصير في ويد في زنقة ويد نيفو نتاع الماء طلع دان سولكو كان من الأول يجري شوفوا فيه ماء ما عادش دوزو درجات نقولوا حتى للركبة دان سولكو المطر قويت والهواء قوي وطلع الماء مع بعضه الكراهب ولات تتحرك من بلاصتها سمعنا حتى قلت له فما حس الحديد بتاع تيتانيك هكاك اللي يقول الزطاق معناتها كذا تضرب كهرباء مربوطه بورت باجاج بتاعي نسمع في حس الحديد وقاعد يتقلع من بعضه بعد الكهرباء تسيبت بورت باجاج طار فما خوف كبير احنا بعد استعرفنا بيه لما حالة هو لما حالة الفيديو الاخر تاع كريم هذه الفيديو شكون قاعد يصور هنا؟ لابورت مول اللي مقابلنا ماهر هذاك انت؟ ماهر في الاول هذاك وانا اللي شد الولد وين وماهر خليت دكتور سنو وين كنت تم؟ وين وانا اللي شدت وانت وراه؟ وراه شد هذا كهرباء الطلياني هكا ولا؟ لا الكهرباء اللي ضربت البوتو هذه هزها الماء هذه الكهرباء جملة؟ لا هي مش هزها الماء برك ضربت البوتو اللي كان يقف فيه كريم دي مون با كان يمشي فيها فهمت معناتها 10 سكوند وكان شد فميك ديجا هذه ضربت البوتو اللي كان شد فيه شكون؟ شد فيها كريم الولد اللي ما جبدناه هو كان شادد ال ادخل باش نفهموا بالكدا شنو اللي صار، انتم عاملين سلسله من غاديك انتم زوز شو كيفاش شادينو غاديك شو انتم جبتوه خد هذاك هو خرج خد من هنا ومن بعديك السيد لازم يشوف من شنو هو منع والكهرباء هذه جايه والكهرباء هذه جايه ديريكت ما كنتم مزيتوا قاعدين غاديك على جنب وهو كان سي كريم في نفس البوتو سي كريم يزمو يقول لي خلص عليكم قهوه على القيفه معناتها ما يشربكم قهوه لا والله برافو الاولاد ماذا معناتها انتم بخلاف معناتها خرجتوا طلياني انتم ثلاثه وخرجتوا طلياني وكريم وسامحني كيفاش خاطر انتم ما كنتمش اصحاب معناتها ما تعرفوش معناتها بعضكم بالكدا كيفاش فهمتوا بعضك؟ هو انا واحمد نخدموا فرد بوتيك معناتها اي اما احنا ديجا بلوكي ثميك في وسط اللوكاله وسط الحانوت في وسط اللوكاله اي المطر من العشره تاع الصباح تصب نون ستوب ما حبستش الجمله اي ماضي ساعة ماضي ساعة ماضي ساعة ونص طلع النيفو صاي سكرنا اللوكال وما عادش الماء ولا داخل الداخل فهمت هابط ديجا انا لونتري برانسيبال نبلوكي في لونتري باش الماء ما يزيدش شوف في كهرباء البيضه هذيك وكريم تعدى بالكهرباء طلعت نجري عن طول من فوق نشوفه يا ترى تعدى وين وصل يحبس واحده منهم طليت نلقاه في البوتو هذيك شادت انك هاي الكهرباء نتاعو تجبد فيه هذيك الكهرباء البيضه هو ديجا كهربته
هذيك كهربته البيضة. كهربته البيضة. بارتنير هذيك. كي أيس منها ولا نقز ديريكت للبوتو هو شد في البوتو هذيك. طلعت نجري عندي دوك الاشياء هذوك زوز حد راهم نحلوا بهم في تين داو نسكروهم هكا صار حديد هذاك شفت هذاك كيف شاد هذاك هذاك اللي يدوروا به في فراك كان سيكوندا كانت تترخف وحده منهم تتملص مشو زوز ما عادش واحد واضح طلعت هزيتهم الفوق برمية تاج وهبطت على الكسين تاع العماره وانت وين اخرى معايا وراي وانت ما هنا وفيت سبقت خاطر نصور باللايف في التليفون نتاعي صور في تعمل في ستوري وقتها انت لاهي الدنيا ماكله بعضها ودي تعمل لا لا صار لي ماس في راسي ما عرفتش نجم نتحرك نعم حتى شيء وليت نتكلم نقول باش نعمل لك باش نعمل لك نغزل له الراجل شاد تليفونك نغزل له باش يموت وجهه ما عادش فيه دم الفورس نتاع يدي بدات تضعف باش يصيب هو بيدو ما عادش قادر ما يقوي يدس فيه. تو تحكي على كريم ولا على الطلياني هذاك؟ نحكي على كريم، كريم الطلياني تسمى سيتياسيون سافا لاباس. الطلياني طاح شوية الماء. تسمى طاح زقنا في الماء سي فري مي لاباس بارابور لكريم، كريم 10 سكوند كانت تفصل ما بين حياتي وموتي. واضح. كان ماهر كان موجود قبل ما يجي كيفاش تعمل يولي؟ متعدي مغادي ولا كيفاش؟ أنا نعمل في قهوة، تحصلنا ديجا. تخلي الماء القهوة. القهوة بعض الحانوت نتاع الأولاد؟ أي فهمت كي؟ بقيت نصور بالتليفون. معناها باش نروح للدار ما عادش فيها، خرجت تليفون قعدت نصور فهمتني؟ شفت الطلياني وبعد قعدت راف كريم هذا فهمتني؟ حتى الأولاد كي خرجوا قالوا لي لبرا. أنا على أساس كريم مش جبته ما تعرفوش أنت كريم ما عندك به حتى علاقة ما نعرفوش ما تعرفوش. اللوتي نتاعو كان مليون. سي مديت له مليون مليون مش خايف عليه تبلفت مع لازم ناحيه مليونك تعمل فيه كي الحبل اي هكاك فهمت مديت للمريول باش تقطع المريول الاولاد خرجوا ما دوري الحديد هذيك نتاع التندا فهمت شديت فيها هون وهم مكبشين فيها باش الماء قوي ديجا نزار زاد معنا نظطرو نزار منصري اللي مقابلني انا كنت في الاول مديت الكريم البار نتاع الحديد انت لابس هذاك اللي بالابيض اللي لابس في الابيض انا كنت في الاول مديت الكريم البار نتاع الحديد وشديت كروشي وباش نجبد ولا الفورس اقوى زوز عباد يجبدوا فيك ومعاهم الماء ورخام هذيك راهي شوف هذيك عاليه ثلاثه درجات ظهر لي سي درت في الرخام وماشي معاهم ما تنجمش تسيبهم وتشتري يا الريسك الكل يا نمنع الكل ما ثماش بخلط علينا نزار ومنصر فهمت نزار بحكم اخشن مني دورته قدامي و البواه عنده دوره فهمت شديته فهمتني ولينا سلسله واحده ديجا فوسط العماره معنا احمد وكلها تجبد في بعضها هذيك اما اللي يخوف ان الدوبار شادين هكا في اي لحظه كانت نجم تتحلل والله انا تقول لي رساله ايجابيه للغايه معناتها كان التوانسه يشدوا بايدين بعضهم النجم ونخرج لا تدخل لا دوله لا حكومه ولا هم يحزنوا معناتها وحدكم وحدكم غير ما تعرفوا معناتها انت منعت كريم من غير ما تعرفوا هكا ولا عرفوش معناتها والله ما تصفيق هذاك شنو النجم انا كل واحد يشوف حاجه من هكا يعمل على ربي احنا يمكن رانا سبب ربي جعلنا ذميكا يعمل على ربي ويقدم كم بقينا نتفرجوا فيه ومشى نقولوا يا ليتنا يا ليتنا خرجنا ولا عملنا يا ليتنا كنا نجموا يا ليتنا يلزم نحوها نمشوا ومن بعد اللي عسير توصل ومحليه الاحساس كيف واحد يحس روحه وعمل حاجه حضرت مرتين انا الفيضانات احساس ساتيسفاكسيون قوي معناتها تحس روحك عملت حاجه عملت حاجه مهمه معناتها تحس بروك عملت حاجه مهمه كما قلنا راهو هذه حاجه صغيره بارابور اللي صار الوطن قبلي وكما قال الدكتور معني لازم نجم نسمع روحي لما تفكير حبينا بالحق هي كارثه صارت اللي عملتوه ماهوش شويه واحنا حابين نخدموا برساله ايجابيه على خاطر فما برشا معاني في اللي عملتوه معناتها عباد اليد في اليد خاطرته اللي يعجب زاد في حكايتكم برشا وانه ما كومش كل اصحاب ماهر اللي هو جبد كريم كريم عنده به حتى علاقه ما يعرفوش حابين نوريو تونس اللي محليها اترافير الناس اللي مات روحها باش الناس اللي مات روحها باش تمنع ناس ما تعرفهاش في الوقت هذاك من... انت عائلتك ما تخممش فيها انا مرتي وولدي 4 سنين وبنتي عمرها 6 شهور فنت. في الدار بلوكي ديجا ما زدتش تخمم في اللي قدامك هذاك يمكن اللي نتاعو اصعب من الاخرين حسيرو برافو الاولاد هذا اللي تعمل هذا هو اللي مش منع البلاد ان شاء الله هو اللي منع تونس ان شاء الله ان شاء الله وان يضر نجم نسكروا البرنامج هذا يكون بوزيتيف هكا حاجه باهيه بارك الله فيكم الكل دكتور ذو حاب الشيخ شكرا على الحضور ما بقى لكم سبحان الله خير الناس كلهم